أول ما التقينا من نظرة واحدة حبينا، لما اجتمعنا بكلمة واحدة تحدينا. طفل البريء مرسوم على وجهك، رجال القاسي مزروع بقلبك، بلمساتك شفت الحنية، وبلمساتك صرت الضحية. بصوت عالي صرخت بحبك، بصوت عالي صرخت بكفي. حرام عليك، لك حرام، لك حرام عليك، حرام. شو عملت لك؟ خلص تركني. طلع في هيك هودي مش عينيك، هيدي مش لمساتك يا حبيبي ومش ايديك. في شي عم بغيب، انا عم حسك غريب، ضايع مني ضايع حدي وعم دور عليك. شو الغيرك هاك الطفل وينه؟ شو يلي كبرك؟ مين السبب؟ وين الهوى القد الدنيا ما بينغلب؟ يتركني من حالي اما تاخدني ليك، اما تاخدني ليك. طلع في هيك هودي مش عينيك، هيدي مش لمساتك يا حبيبي مش ايديك. في شي عم بغيب، انا عم حسك غريب، ضايع مني ضايع حدي وعم دور عليك. لونت عيونك ورسمت شفافك، تتقلي بعده الحب بعدك انت اللي كنت بتكذب على حالك يمكن، لكن على قلبي مش رح تقدر تكذب. لا انا بعرف مينك انت، مش انت الهوى ولا عطش مني ارتوى، ولا انت الحب الساكن بقلبي عم تشبه حدا. ولصوتك انت صدى، ولا قادر تشبه حالك يا حبي. شو الغيرك هاك الطفل وينه؟ شو يلي كبرك؟ مين السبب؟ وين الهوى القد الدنيا ما بينغلب؟ يتركني من حالي اما تاخدني ليك، اما تاخدني ليك. طلع في وهي النهاية. مع نتعلم أول خطوة، هي بترسم الضحكة على وجوهنا، هي بتعطينا المحبة والسلام، هي بتكبرنا، هي بتعلمنا، هي بتبين لنا الطريق قدامنا. تخيلوا الدنيا بلا مرة، تخيلوا الدنيا بلا حب، تخيلوا الدنيا بلا محبة بلا سلام. معها بيعيش كل شي، ومعها بيموت كل شي. حط
طقية تكون بإيده. ساعدوني ساعدوني نرجع المحبة والسلام بكل بيت. هالدنيا بدها قلبي يحبها، ما بدها عقل يتحكم فيها. ومين قد قادر يحب؟ مين أكتر منا بيحب؟ بترجاكم ساعدوني. أكيد إنه موضوع شانتال اليوم هو موضوع اجتماعي بتميز، وفي كتير عالم بتعاني من هالمشاكل، وأنا لقيت إنه المشهد كان حلو معبر، والكلام اللي حكيته بالآخر كان كتير واضح وكتير بمحله، سو أنا بهني على هالشي. أما بالنسبة للصوت والغنى، الغنية كان فيها تفاصيل مش كلها مزبوطة، يعني بالأول كان عنا التامبو مش كتير مزبوط، رجعت سرعت شوي بعدين، بس بالأول كان في شوية تمغيط. لازم تعمل كنترول أكتر على التامبو وتحافظ عليه بكل الغنية. في شوية نوتات فلتوا منها لشانتال، يعني تفاصيل اللحن ما كانوا كلهم دقيقين، كان لازم يكون في بريسيجن أكتر، بس الصوت أحسن، استعملت نيوانس أكتر. اللي حبيته اليوم عن شانتال إنه عطيتنا ستيل جديد مش من الأغاني اللي هي عادة بتنقيهم، والأداء تبع الأغنية كان كتير حلو بالنيوانسات وبالأشياء اللي عملتها بالرواق وبالكريشاندو بهول، ولكن مش مقبول بقى النوتات يفلتوا منها أو منصيبهم أو اللحن ما يكون 100% مزبوط، وهذا الشيء لازم نشدد عليه كتير مع شانتال وهي تركز عليه أكيد. أنا بحب هني المديرة على الموضوع يلي عطته للتلاميذ. بالفعل كل يوم عم نعيش هالنوع المقاسي، إذا شانتال أو هايدي أو إيهاب، كلهم ذات الشيء عم بيعيشونا. بركة هالناس تبلش تحس تعطف، هيدا اللي بيجيب السلام. هلأ شانتال كتير مغيرة، متقدمة، عندها أسيرانس أكتر، يعني ثقة بالنفس أكتر، بس بعد بدها شغل. تا وين بالنوتات العالية؟ النوتات العالية بعد هلأ ما فرجتنا هون لأنه كانت عم تغني كل وقت بصوت الصدر. بعد في شغل على النوتات العالية تكمل طبقة صوتها. برافو شانتال. أنا حبيت اللي عملته شانتال كتير، حبيته لأنه الصعب فيه أنه هذا موضوع كل الناس تحكي فيه. كل الناس، في كتير جمعيات ضد العنف ضد المرأة، جمعية بلبنان وبالعالم العربي كله، وكل النهار بينحكى على التلفزيونات، يعني منه موضوع جديد. بس الحلو انه طرحته من زاوية خاصة، يعني بيشبه أول شيء بالأول هي وإيهاب كان كتير حلو، الريتم كان حلو تبعهم، صادقين، وجهه كان كتير مزبوط، خايفة منه بس بتحبه، حبيت هالشي. بعدين لما صارت لحالة وحكيت، حكيت شي برات شوي الكليشيه، يعني مش انه خلونا نحميها من الضرب وخلونا، لا، حكيت عن كيف المرأة هي المحبة والسلام، وخلونا نخلي هالمحبة والسلام بالبيوت، يعني ما طلبت نحبس اللي بيضرب، طلبت نرد المحبة على قلبه. يعني شوي كان عميق يلي قالته. بالنسبة للغنى، هي غنية صعبة وهي غنية حبيناها كتير من كارول سماحة، وبصعوبة بس تحب غنية هالقد من حدا بغني ترجع تسمعيها من حدا تاني، بس أكيد فيها تفاصيل ما غنتها مزبوط. بس أنا شفت اليوم شانتال عاملة مجهود كبير، كيف بلشوا، كيف بالعرس، من العرس لكيف وصلوا، يعني حلو هالرمزية اللي عملتها، كانت حلوة. ما فينا ننكر قديش هالمشهد متطلب شغل وتحضير، من كتابة النص بالأول للمكياج لللبس للكيف الطريقة اللي دخلوا عليها، دخلت هي كيف حركاته لإيهاب منسقة مع الكلام يلي عم بتقوله. المشهد
واقعي ولكن ما تروح بطريقة كتير استيليزي، يعني ما تروح بطريقة مثل رسمي، يعني واقعي بالكلام وبالمضمون ولكن بطريقة كتير استيتيك، مثلنا إياه بطريقة جميلة، يعني مش فايتة بمشهد عم بيخبطها ويصرخ وليش وما ليش، يعني مقدم شيء خاص، عالم خاص. وأنا حبيت هيدا الشيء، يعني حبيت هالطريقة النظيفة، هالطريقة المدروسة، هالطريقة الملونة ومرسومة كيف عم بتقدم المشهد. هيدا خيار، واحد يحبه واحد ما يحبه، ولكن ما فينا ننكر كمية الشغل لهيك مشهد. هلا تفصيل صغير، يا ريت استعملوا الباب المزبوط، يعني يا ريت ركضت لهونيك وحبست حالها ومش عملوا لي باب وهمي ورجعت خرقته بالاخر، يعني هيدي شغله كمان ديتاي انا بصلح لهم اياه بالصف. حبيت خيار الاغنيه، ما رح فوت بتفاصيل الصوت، ولكن خيار الاغنيه اللي تنقيت من شانتال وقبل من هايدي وايهاب، دائما عم بيكون خيار الاغنيه كتير ملائم للموضوع ولهلا انا مبسوطه بالمستوى يلي عم بيتقدموا فيه الايفاليت. بس شانتال عامله جهد كتير كبير، يعني لازم عن جد ناخذ بعين الاعتبار الشغل يلي عملته. انا بدي احكي عن الصوت والمغنى. في المشكله اللي بشوفها اول شيء عند شانتال هي انه ما بتطوع صوتها للنوع الغنائي اللي عم تأدي، يعني ما بشوف صوتها مختلف وقت عن وقتها بتغني قصص شعبية لبنانية، وقتها بتغني قصص رومانسية، وقتها بتغني قصص طربية. عم شوف الصوت هو بكل الألوان. هيدا لازم هي تتعود تلين أو تطوع صوتها لمصلحة النوع الغنائي. واحد. اثنين، أكيد أنا بشوف الجهد اللي عملته حتى من خلال أنه هي عم بتحاول تعمل شيء، يعني عم بتحاول تبين بأنواع مختلفة، عم تحاول تسمع الملاحظات وتعمل فيها، بس بعد مش عم تقدر تمشي مظبوط على الخط الصحيح. اليوم لاحظت هالتغيير المفاجئ بالنيونس اللي بتعمله بصوتها شوي بينقزني، يعني اوقات بتكون عم بتغني خفيف فجاه بتعمل التغيير على القوي، يعني بتروح من البيانو على الفورتي، يعني من الخفيف على القوي بشكل كتير مفاجئ، اوقات بنقص. نهايات الجمل لازم شانتال شوي تركز عليهم اكثر، والتفاصيل يلي سبق وحكيتوا عنهم فعلا نحس بالغنيه انه ها هي مش وحده بتشبهها.